السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الجديدة. احنا وياكم كنتواجدوا بمنطقة لالا الزهراء، احد الاحياء المعروفة هنا بمدينة الجديدة، فكما يلقبونه صعصع ديال لالا الزهراء. فالساكنة ديال هذه المنطقة، المارة، المحلات التجارية، المقاهي، كلهم مرعوبين، كلهم خايفين، كلهم كيزرع فيهم الرعب هذا الصعصع ديال هذه المنطقة. فصاحب مقهى اللي متواجد معنا الآن بطبيعة الحال عنده فيديوهات كتدل على هذا الشيء كامل اللي كنقولوا حنا صعصع ديال المنطقة. فعنده فيديوهات أن احنا شفنا الفيديوهات، يعني هذا السيف كيدخل المقهى، فكل شيء خارج كيتجارى، كل شيء خايف، كل شيء خايف على الصحة ديالو، كل شيء خايف على السلامة ديال الجسد ديالو. فمن طبيعة الحال صاحب مقهى كيخرج على الصمت ديالو عبر قناة شوف تي في، باغي يوصل رسالة لرجال الأمن الوطني، الناس المسؤولين، أنهم يتدخلوا باش يعتقوا هاد الناس المارة وأصحاب المحلات التجارية وأصحاب المقاهي. فهاد السيد هذا من طبيعة الحال مجموعة من الكراسة كيف ما كنشوفوا حنا، الكراسة مهرسين، يعني الطبالي مهرسين، يعني المحلات ديالو، كل المحل ديالو كله تكرفس. حنا طالعين الفوق، لتحت حتى هو كله مخسر، يعني كاين كل شيء عدو بالأدلة بالفيديوهات وبالصور. فمشاهدي قناة شوف تي في، غادي نعطيو الميكرو لهذا السيد باش يزيد يقربنا يوضح لنا اشنو واقع بالضبط. انا شنو واقع؟ السيدي هذا واقع اول مرة غيجي عادي وخرج من الحبس، اول ما خرج من الحبس جا ولا كيشرب قهوة عادي نورمال بحال واحد عباد الله. كان واحد دوز واحد الفترة تقريبا ديال شهر، شهر ونص تقريبا، جا واحد نايت كان ماتش، جاب قرعة ديال الشراب وحطها وبدا كيشرب هو سكران في المقهى. هنا في هذه المنطقة بالضبط، هذه المنطقة كاملة راه كاين الفيديوهات، راه كانت عامرة وكانت البولبازير وداك الشيء. أنا هذه المنطقة أصلا خويتها فوق على قبله، لأن قلت أنا غيبقى معشش ليا هنا، هو كيقلب على شي بلاصة يتخبى فيها، غيبقى معشش ليا هنا، نسد أنا هذه باش يمشي في حالاته، يعطينا اتساع. حيت البولبازير على ودو، على ودو، والسدة كاملة حيدت على ودو، يعني استعملت جميع الحلول، ما خليت حتى شي باب ما دقيتوش. مشيت لي عند والدي، مشيت لي عند فاميلته، مشيت للسلطات المختصه، مشيت درت مع جميع الحلول. حتى واحد وقيته كاع كان بغى يشرب، يولي يشرب قهوه فابور، قلنا ليه عطيه سيدي قهوه فابور ولا كيشرب خمسه سته، ومع ذلك ما لقيناش معاه الحل، ولا كيشربها وكيتعنى بها، كيقول لهم انا فلان هذاك يونس اللي كتقولوا راه انتم راه كذا 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 كذا، كنشرب عنده قهوه صحه، وكيغوت في وسط القهوه وكيتعنى وانا ندير وانا نفعل وانا نترك، كيشرب قهوه صحه وكيتعنى. وانا وصل ديك الكلمه ديال وصل السيل والزبا، وصلت لي هنا، صبرنا تعينا، مشينا عند السلطات، مشينا ما خلينا، ما درنا شكايه ومشات للمحكمه وما كاين حتى شي حل، ما كاينش حل، ما تعتقلش حتى نهار، نهار واحد ما تعتقلش. وعندك فيديوهات؟ عندي فيديوهات، عطيتهم الفيديوهات، عطيتهم كل شيء، السي دي والتصاور، ومع ذلك ما فهمتش انا شنو الذريعه اللي كيدير باش يخرج، باش ما يتقدمش، باش ما يتعتقلش، باش ما يتشدش، ما فهمتش انا. يعني ولينا كنفكروا في شي حوايج اللي زعما ما عمرنا فكرنا فيها في حياتنا اصلا، حياتنا كاملين الناس ديال المنطقه كلهم كيعرفونا، احنا زايدين زياده وخلق هنا. والدينا اصلا من هنايا، الدار ديالنا ودي الوالد ديالي من نهار كبرنا وحنا كيعرفونا الناس باننا الناس داخلين سوق راسنا، ما كنتعداو لا حد، ما كيتعدى علينا حد. هذا السيد جا دار فينا الرعب في مده ديال تقريبا شي خمسه اشهر ولا سته اشهر، دابا دار فينا الرعب بكل معنى الكلمه، انسان اللي كيتعدى بكل معنى الكلمه، وانا اللي غيتعدى عليا نمشي عليه للحبس كل معنى الكلمه، انا يجي عندي نقتلو. وصلت واحد النيفو ديال ما بقيتش كنفكر، ما بقيتش كنفكر في ولادي، ما بقيتش كنفكر في امي، ما بقيتش كنفكر. شنو اللي خلاك انك انت ما بقيتش كتفكر في ولادك؟ هو اللي خلاني ما بقيتش كنفكر، لاني استعملت مع جميع الحلول، مشيت عند المخزن، مشيت عند والدي، مشيت طلبته، بست لي فوق راسه، ما خليت، ما درت. هو داك الشيء كل ما كيزيد يتعنى به، انني انا واعر حباس خفتي مني، الوغ كيفهم هو هكا، لانه هو التعليم ديالو محدود والفكر ديالو محدود. كيقولش انه راه هذاك الانسان راه ما باقيش يقلب على المشاكل وبغى يدير حل، وما كيف هو علاقته مع الناس، كيمشي كيتعدى على الناس كاملين، اللي كيمشي عنده عجباته واحد الحاجه خصو يهز يديها فابور غراتوي صحه، علاش فلان هذاك ترى فلان معروف فهمتي، ولا شي واحد كان ما كيعرفوش
كيدير ليه حاله كيكرفسو كيف ما شفتو دابا داك السيف وديك الروينه كيدير نفس الطريقه اللي عنده طبله يقلبها ليه ويتشانق معاه ويضرب معاه اللي عنده حانوت يرونوا ليه يهز يبدا يشير يعني هاد السيد ولينا كنقولوا انه راه ماشي بشر هذا راه وقيلا راه ما كيشوفوش الناس وقيلا ولا ما كيشوفوش السلطات ما كتشوفوش ولا هذا راه وقيلا مخفي كنبان لينا غير حنا ما يمكنش المواطنين خايفين اللي كتهضر معاه كتقول لي نديروا شكايه جماعيه ولا كذا على هاد السيد بدي شي نوض عليه الحل باش يديروا معاه شي حل كيقول لك اودي انا لا ضربني وتشد وانا ما عنديش الرباح انا يضربني يخسر لي وجهي ولا يخسرني نولي بارك شاد الارض ما عنديش الرباح هو تشد اش غير الربح انا كيقول لك كيدير معاك بنادم فرونشمون كيقول لك انا ما نقدرش نوصل معاك هادشي انا يدي لا بغى يدي شي حاجه يديها ولكن انا المهم راه ما عنديش الحل يعني كيقول لك في الاخر كيقول لك المخزن باغي هادشي بنادم هكا كيقول لك المخزن باغي هادشي اش غدير لي حتى حنا مشينا عند المخزن شحال من مره وما داروا معاه حتى شي حاجه راه لا يعقل لا يعقل حنا نهزو سيف فيما يجي عندي نخبطو فيما فيما ولات حتى انا غنمشي نولي غادي للحبس انا ديك الساعه غادي غنولي ديك الساعه غادي للحبس انا يعني عادي هادشي انا كن ومشينا ولينا اكثر من القانون الغال انا مشينا عند السلطات قلنا لهم هادشي راه غادي يدير شي كارثه كبيره غطيح شي روح غطيح شي روح فهاد ومع ذلك ما كاينش استجابه ما كاينش حنا بغينا الناس الكبار يوصلهم هذا الميساج ويديروا شي تدخل اللي يحلوا لنا هذا المشكل وكاين المساله ديال ان جديد راه ولات كارثه بكل معنى الكلمه انا راه مشيت نهار السبت هادشي طرا نهار السبت بغيت مشيت نهار السبت انا ندير الشكايه ديالتي في البيرمانونس راه لقيت كوارث شنو الخسائر اللي تعرضت عليها انت في المقهى خسائر سيدي مشات ليا الكليان مشى ليا اكثر من النص فاش كيجي ولا خايف هو هذا لعب على هادشي رول لك المحل باش المحل ما يبقاش يدخل المصاريف الروسيطه ديالو واللي هو يعني هذا هو الشونطاج كيدير معاك الامن مقابل ندير اللي بغيت الكليان مقابل والا غنرول لك المحل اليوم وغدا وبعد غدا وبعد غدا غيولي هذاك المحل غتسدي على خاطرك وانا قال لي مباشره بحال هكا قال لي انا غنسد لك المحل والله تنسدو لك صح يعني السيد تجاوز جميع انا وليت كنفكر قلت لك انا والله العظيم الا وليت كنفكر انني الا جا قصدني هذه المره نضربو ها نهضر معاه باللغه ديالو انا كنهضر معاه باللغه ديالو جيتي بسيف انا عندي سيف انا نضربك به جات فيا لاما كيقولوا الناس ديال المنطقه كيقول لك لاما تبكي مو ما تبكيش مو فهمتي لكن انت مجرم دوز عليك انا الحبس حتى انا نمشيو نعرف هذا الحبس كيفاش داير لان هو قال لنا هو المناد الاخير حنا كناجدوا السلطات المختصه تحل لنا هذا المشكل والا غتوقع شي كارثه عظمى وخيار انها يحلونا يعني المنطقه راه ولات يرثى لها بزاف على بزاف واخا انت عندك الفيديوهات اللي كتوثق هذا الشيء انه هو داخل بالسيف عندك جميع الادله والحجج اكيد راه هي راه هي راه حنا صيفطنا لكم شي حاجه ديال الفيديوهات والتصاور والسلطات المختصه كذلك ومثال عندها الوثائق وعندها السي دي وعندها التصاور وعندها كل شيء فيديو كيبان يعني انا كيبان ليا اللي بغى ما يشوفش قال لك اللي ما كيشوفش من الغربال راه عندنا راه باين كل شيء باين يعني ماشي غنتسنى شهود ولا غتسنى سيرتيفيكا ولا غتسنى فيديو جاي واحد بسيف عندك نهار السبت جا دخل سول عليا انا ما كنتش في المحل جا سول عليا الدري قال لي يونس فينا هو قال لي راه ما كاينش هزيتي كاس وشيرتي عليا الراه وبدات تشاي راه كاين كلشي الفيديوهات عندكم راه زعما واحد المساله زعما اللي هو قال لي حضي مني حيت في الاخر انا حبست عليه القهاوي قلت له مابقاش جي عندي واللي عجبك ديري هكا قلت عليه هذا هو سبب ديال عاود رجع نفس المشكل فهمت واخا كلمه اخيره كناشد السي الحموشي يتدخل في هذه المساله وكناشد
وكيل جلالة الملك، وكنناشد وكيل العام باش يديروا لنا حل في هذه المنطقة بالخصوص، وعلى هذا السيد بالخصوص راه داير فينا الرعب في هذه المنطقة هذه، وراه غتكون شي كارثة عظمى إلى ما دارتش السلطات الحل. اذا مشاهدة قناة شوف تي في، الساكنة ديال منطقة لالا زهراء ما كيطالبوا بحتى شي حاجة سوى انهم كيطالبوا بالسلم والسلام، الامن والامان في هذه المنطقة هذه اللي هاد الصعصع كيف ما كيلقبوا انه زارع الرعب في هذه المنطقة هذه، لا المقاهي لا المحلة التجارية لا الباعة الجائلين لا المارة، فكلهم خايفين من هذا السيد هذا. فمشاهدة قناة شوف تي في كنتمنى الرسالة ديال هذا السيد صاحب المقهى ان تاخذ المجرى ديالها، انه ياخذ الحق ديالو، ولكل ذي حق حقه. مشاهدة قناة شوف تي في غادي نختموا هذا البث المباشر، نتلاقاو في بث مباشر واحد اخر. الى ذلك الحين كنقول لكم دمتم ودمنا في رعاية الله، والى اللقاء. السلام عليكم.